عن أنا بمكاتب أكيومن بعد التحديث إن شاء الله حنصور لكم تفاصيل لاحقا. لسه التجهيز المكتب عم بيصير بس لاحقا إن شاء الله لما تجهز الأمور في أبليكيشن سنتر حيكون بالمكان هذا وحنشوف تفاصيل بعض التطبيقات في هذا المكتب لاحقا إن شاء الله. لما يكون جاهز حنغطي لكم إياه إن شاء الله. بس لما نخلص المكتب حنصور تطبيقات الإنارة. لاحظوا طبعا السقف شلون تقريبا ما في أجهزة إنارة. إن شاء الله بس لما نشغل إنارة وبالليل حنغطي أجهزة الإنارة. حنشرح حتى الأنظمة الذكية شلون فينا نتحكم فيها وتطبيقات الإنارة بشكل عام. واحد المنتجات الجديدة اللي حتوفرها أكيومن اللي هو يكون فتحات التكييف بتطلع هواء تبريد وفيك تحط عليها الإنارة. نفس فتح التكييف فينا نحط عليها الإنارة.